أول حاجة السلام عليكم. أنا كنت واجد في مدينة أكادير. المشكل اللي وقع لي في تراس في خشيشة. كنت في السيارة ديالي جالسة حدا مكان العمل حيت الدرجة تاع لود العمل. المهم على ود هادشي كورونا وقفنا مابقيناش خدامين. الدري اللي كان خدام معايا أي حاجة كتخصني حيت هو ولد هنا كيجيبها ليا. داك النهار عيطت ليه قلت ليه خصاتني تعبئة جابها لي. يلا طلعنا في الطوموبيل ما كاملاش 5 دقائق وقفوا علينا المطر 3 جوج من جهه الدري فيهم جوج دراري في جوج دراري والموطور اللي وقف من جهتي فيه دري وبنت. هبطوني انا هبطوا الدري داك اللي هبطني من جهتي دار عليا هكا السيف هنا حطو البنت مشات ركبت في الطوموبيل اللور الاخر نزل واحد الموتور ركب في الطوموبيل قدام باش غيسوقها. واحد جا كيقول لي واميلو صافي طلقها راه الطوموبيل تحركها زعما راه ديناها. مشاو والدري ضربوه لوجهه خسروا له وجهه يعني ديك التخسيره اللي داروا لي راه ما يقدرش يمشي لا يخدم لا في شركه لا حتى سيكوريتي يمكن ما يقبلوش فهمتي. صافي هذيك ديك الساعه مشينا خيط الدري من ورا ما خيط مشينا ديك لارينا بعدا باش ما يديروش لنا بها شي مشكل. دازت واحد لا غد لي مشيت طلعت المدينه القليعه جاو الدراري وصلت لهم الهضره هكا قالوا لنا ودي دوك حيت الدري اللي دالنا هادشي ولد السيكتور ديال هاد الولد هذا. جاو الدراري قالوا لنا ودي هذاك راه كيتجمع مع ولاد القليعه الطوموبيل يعني تكون قدرت تكون مشات للقليعه. مشيت انا عند الجندار عطيتهم مواصفات ديال الطوموبيل ديالي لا غد ليه كتوصلني ميساج من الجندار قالوا لي شوفوا واش هذه هي الطوموبيل ديالك قلت ليه هي هذيك. صافي قالوا لي خص تجي عندنا باش غادي تخلصي الديباناج فاش جابوها. مشيت قالوا لي تفهمي معمول الديباناج قلت ليه شحال قال لي 300 درهم قلت ليه ودي انا كنعرف الا غلات 150 عطيت ليه 150 قلت ليه هادشي اللي كاين. رجعت عند الجندارم قال اش درتي معاه سولو قال له 150 قال لي كملي ليه 200 قلت ليه هادشي باش غنركب كمليها ليه ما عطاونيش عليها حتى شي واصل بعدا. هادي هي الاولى الطوموبيل فاش صوروها ليا كانت مع الكاش ديالها جاتني بلا كاش فاش تسلموها البوليس. المهم من داك النهار حنا سير وطلع وهبط كيعيطوا لنا نتعرفوا عليهم على دوك اللي كيشدوا المجرمين وهكا كنقول لهم ماشي مهم. تعرفت على واحد درت محضر التعرف عليه. صافي بقينا في طلوع والهبوط من بعد سمعنا بلا كاين في دارهم ديت البوليس مشاو دخلوا لدارهم. ملي رجعنا رجعت معنا جدة الكوميساريه ما عرفتش انا شنو وقع ملي دخلنا البوليس تقلبوا عليا ولا عاطي الحق لجدة وبغيت نعرف واحد الحاجه هل يعقل جدة هي اللي دير معايا المحضر هو اللي سرقني ولد بنتها. وقلت لها خص مولي دير المحضر قالت لي مو في اسبانيا قدرتش نجيبها قالت لي اش بغيتي هادشي قلت لها هي اللي متصره قالت لي بصحته قدام مخزن هادشي كتقولوا لي. صافي ودابا انايا تضريت في حياتي في النفسيه ديالي خسرات كنخرج كنبقى ندور مورايا كما تابعيني قالوا لي خصك ديري شكايه للوكيل مشيت ليهم نديرها قال لك فاكسيها ليه ما غتقدريش تدخليها. دابا داير معنا الرئيس ان شاء الله الصباح قال لك اجي عندي 9 الصباح باش ندخلها لك ليه ما عرفتش واش غيدخلوها ولا لا. وهاد الناس راهم كيدوروا غير هنايا غير البارح كانوا كيدوروا في السويقه ب 4 ديال الماطر كل موتور فيه جوج 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 كل نهار كيعيطوا لنا الناس حيت ملي وصلهم هادشي ملي درت مع الاعلام كيعيطوا لنا كيقولوا لنا فين كاينين فين كاينين كيدوروا على راحتهم. النهار الثاني جا دخل دار خالو النهار الثالث كيدور في السويقه هذا اللي ولد هنايا اللي ولد السيكتور ديال هادو. انا ما فهمتش علاش دار لنا هكا واش عنده شي ما عندوش حتى شي عاده واقيلا غير حاسدو ولا ما عرفت شنو. والخال ديال هاد السيد هذا اللي من هنايا من هاد التراس كيتهدد عليا في الكوميساريه حيد لكم ماماك وكيدير لي هكا وكيقول لي زعما غادي نخسرك. ودابا حياتنا راه في خطر وبغينا ناخذ حقنا وانا الحق ديالي بغيتو ياخذوا لي سيدنا والسي الحموشي ياخذوا لي حقي من هاد الناس. صافي انا وليت امري الله وسيدنا والسي الحموشي بغيت حقي يتخاد باي طريقه. دابا من التنين اللي فات اللي وقع لي هادشي واليوم الثلاث باقي ما تخادش حقي باقي ما بان والو. انا بغيت غير حقي من هاد الناس هادشي اللي كنطالب به فقط. السلام عليكم. انا قد عديت دابا في الدار ديالي كان الناس وجاو زاد العصابه من سميتو من اللي كان لهاد السيده وانا دابا كنتهدد ما كنعس لا الليل ولا بالنهار الا بغيت غير ناكل كان غادي يدخلوا عليا وبالسيفه ديالهم وسميتو واش ما كانش مخزن في هاد البلاد نعرفوه. انا واقف براسي عندي ديالي وسميتو وانا كنتهدد دابا الا بغينا ناكل عطر ديال الخبز خصنا نردو البال. ملي جيت انا لقيت بلا المعطوب والطوميلة اللي مشات وش حد ديال سميتو لاباس مني الدواء هادي تكون الدواء الما غادي تحسب حتى نكون في المعمعة وحشومة واش ما كان البوليس هنا ما كان لا بركات ما دارت والو البوليس ما دار والو وكيفاش غادي نخدمو حنا في هاد البلاد هادي وخايفين انا دابا انت تخاف منا انا شنو كندور الا دخلوا علينا انا دابا اش غندير اليوم
ما تشدوش، هو معروفين وعندهم تصور، راه عنده تصور بالفيسبوك، عندهم جدارمية كواش قال لها هذا البنت اللي معاهم اللي معاهم، وعلاش هذا الجدارمية يشدو؟ قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.